العام الخامس من البعثة النبوية، لما اشتد تضييق قريش على الصحابة في مكة، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه. أحسن الملك النجاشي ضيافة الصحابة، وخلد التاريخ الإسلامي عنه قصص أخلاق عظيمة، حتى لما توفي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. فلنتعرف على أرض الحبشة. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في نشر الإسلام في أرض الحبشة، وبعث بسرية بقيادة الصحابي علقمة بن مجزز المدلجي، غير أنها لم توفق، وصرف المسلمون النظر عن الفتح العسكري لتلك البلاد. دخل الإسلام إلى الحبشة عبر التجار المسلمين، حتى صارت جميع مناطق السواحل تدين بالإسلام، وأسلمت عديد القبائل الوثنية، فيما بقيت باقي أراضي الحبشة على الديانة النصرانية. والحبشة اسم مشتق من لفظ حبشة، يعني الأجناس المختلفة. أما اليوم فالحبشة هي جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وعاصمتها أديس أبابا. وأثيوبيا لفظ إغريقي يتكون من مقطعين، هو أيثيو وأوبس، ومعناه الوجه بني اللون. يتكلم الأثيوبيون لغات محلية عديدة، أبرزها الأمهرية والأرومية، إضافة إلى الإنجليزية. يبلغ عدد سكانها 117,000,000 نسمة. أغلب سكان أثيوبيا هم النصارى الأرثوذكس، فيما يقول كتاب حقائق العالم أن نسبة المسلمين في أثيوبيا هي 45%. أبي أحمد علي هو رئيس الوزراء الحالي لأثيوبيا، وخلافاً لاسمه فهو مسيحي لأب مسلم وأم مسيحية. ينتمي للطائفة البروتستانتية، وهو أول رئيس وزراء لأثيوبيا من عرقية الأورومو.